السلام عليكم غزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نبارطاجي معكم واحد الطبيله ديال الفطور. ماما وحماتي كانوا صايمين فقلت علاش لما نفرحش بهم ونكبر بهم ونوجد لهم واحد الطبيله ديال الفطور اللي تكون زوينه ومتنوعه بشهيوات مملحات، يكونوا زوينين وساهلين بزاف، وقلت علاش لما نبارطاجيهمش معكم حتى نتوما. هنايا اول حاجه درت فقت الصباح بكري صراحه، صيفطت ولدي لاكريش ودست هنايا للساقه صراحه، والله الا الفياق بكري بمشري. ملي كتفيقوا الصباح وكتقضيو بزاف ديال الحويجات كيبقى لكم نهار طويل وكيبقى لكم الوقت. المهم هنايا بغيت نبارطاجي معكم، درت لكم واحد الجوله صغيره في محل ديال ساكا بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. صراحه عندهم من حويجات زوينين وعندهم من كل حاجه، عندهم منها شويه. المهم داكشي غزيول الصراحه، اثمنه مناسبه. المهم كل حاجه والثمن ديالها، كاين حويجات اللي اثمنه ديالهم مناسبه وكاين حويجات اللي اثمنه ديالهم شويه زايده في الثمن. المهم كل واحد راه كيمشي على قدر الجهد ديالو. هنايا كنت كنبارطاجي معكم الكوان ديال لاباتيسري، فيه صراحه عندهم ليمون ديال السيليكون ديال الغرانيت، عندهم بزاف ديال الحويجات غابرين كتلقاوهم في هذا المحل. هنايا بارطاجيت معكم حتى هاد ليمون اللي دايرين دابا ضجه كبيره ديال الغرانيت، هادو دايرين ديال لا مارك تاتش، دايرين ليهم هما بروموسيون، دايرين ليهم 109 درهم صراحه. واقيلا هذا هو ارخص ثمن اللي غادي نشوف في هاد ليمون هادو عندهم همايا. مي راه شوفوا راه لا كاليتي كتبدل، يعني راه كاينين ديال 100 200 كاين 170، كل واحد كيفاش داير. دوك اللي مزيانين بزاف كيكونوا غلاظ وكيكونوا ثقال، هادو ما ثقال ما خفاف، يعني بين وبين. هنا بارطاجيت معكم كاينين هكايا طنجرات، عندهم كلشي صراحه معنات زوينين، طنجرات كوكوطات الغلايات مقيلات اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها عندهم. وكيجيبوا داكشي جديد، يعني ديما كيجيبوا الجديد باش كيعجبوني انا، ديما كيجيبوا الجديد. انا صراحه ملي جيت لاكادير، ملي تزوجت وسكنت في اكادير، ديما كنمشي عندهم هكا، ديما كنمشي نشوف شنو كاين جديد، شنو جابوا جديد عندهم. هنا حتى واحد البلاصه واحد الغيون كبير فيه هاد المواد ديال التنظيف، فيه بزاف ديال الحويجات، فيه لي كلينكس، واحد لي بابي ديال البومبو حتى هما زوينين. وهادو حتى هما بغيت نبارطاجيهم معكم، كنت خديتهم عندهم ديال الحامض، هادو زوينين الصراحه. كديروهم بحال هكا الا غادي تجمعوا الحوايج ديال البرد، تجمعوا حوايج ديال الصيف، كتلوحوا هاد لي باستي وسط الحويجات ديالكم، هما دايرين بحال دايرينهم فواحد لي بوشيت ديال الثوب، كتخشيهم وسط الحوايج، ما كيخليوش هادوك لي زكاريان يتكونوا، وكيخليو ريحه زوينه، وما كيخليوش ديك الغموليه حتى هي تكون. انا الصراحه ديجا خديتهم ودرتهم في لي رونجمون اللي تحت من الناموسيات، وهذا ريحتهم زوينه. انا الصراحه هاد المواد ديال التنظيف الاخرى ما عمرني ما جربتهم، اللي مجرباهم تقولها لينا في لي كومونتير، حتى حنا نجربوهم ناخذوا عليهم فكره. عندهم هنايا لي رونجمون ديال البلاستيك، عندهم لي بوبيل حشاكم، كلشي عندهم هنايا. هادو ديال ديستريبيتور ديال صافون صراحه زوينين، صافون ليكيد، وتا الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا انا تعمدت انني نصور لكم حتى الاثمنه باش تاخذوا هكا فكره. المهم عندهم من كل حاجه، عندهم منها شويه. وكيف قلت لكم باش كيعجبوني انا كيجيبوا شي حويجات اللي ما غاديش تلقايهم في اي بلاصه، وعندهم موديلات وشكيلات غزالين. هنايا ما نعاودش لكم، هنايا بلاصه ديال المعنات صراحه داكشي غزال. هادو دوك لي زانو ديال لي سيرفييت اللي كتقبطوا بهم لي سيرفييت بغيتو تغسيو لا طابل، واخا صراحه انا ما خديتهمش، جاني الثمن ديالهم شويه زايد لان 15 درهم لا بيس شويه قاصحه، سورتو اللي غادي تاخدي 6 ولا 12 ولا اكثر من 12. هنايا عندهم الكويسات اشكال وانواع ديال اتاي ديال العصير لي فيرين. هنا هاد الطبيصلات تاعهم صراحه حمقوني، كويسات هادو كانوا اون برومو، معقل صراحه الثمن ديالهم. المهم صراحه زوين داكشي عندهم. معكم لي زاشا ديالي من عند ساكا. المهم اول حاجه خديت هادي ديال البان دومي، صراحه زوينه هادي ديال البان دومي، كنت بغيتها نضم فيها هكا البان دومي، وزوينه صراحه هكا تدخلي البان دومي في الكونجيلاتور بهادي تما انك تدخليه بالبلاستيك. تا ان شاء الله شي مره نبارطاج معكم تنظيم ديال الكونجيلاتور وديال الثلاجه حتى همايا. وفي اطار التنظيم وداكشي خديت هاد القريه، هاد لي بواط، هاد لي بواط بثلاثه كانوا دايرين فيهم خموس، يعني كانوا جامعين على ريحي بسكوتش بلاستيك باش مابقاش نخرجش عليكم. هادو خديتهم بربعه بثلاثه بهم باردون ب 45 درهم، يعني كانوا دايرين لهم 45 درهم صراحه زوينين. كيجيو لي بواط اون بلاستيك كاليتي زوينه، والغطايه ديالهم كتسد مزيان، هاكا ديروا فيهم طوماط سيريس خضيره اي حاجه عندكم بغيتو تحتفظوا بها في الثلاجه كتستعملوا ان شاء الله. مازال غادي نشري منهم احجام اخرى وكاينين عندهم كيتباعوا، مره اخرى ان شاء الله نرجع ناخذ احجام اخرى ونبارطاج معكم ان شاء الله شي فيديو ديال التنظيف ديال الثلاجه. خديت هادو حتى هما هادو صراحه زوينين، هادو ديال لي كابل ديال الشارجور، غادي نتمنى نكون متبعين صدق في
في انستغرام راه غادي تكونوا شفتوهم اون ستوري. هادو صراحه زوينين كيجيو هكا كيتسقوا حدا البريس فين كتكونوا كتشارجيو هكا التليفون ديالكم. هادو فيها هاد لي ديده هادي فيها كتقبض الكابل باش ما كيبقاوش يعجبكم لي كابل مع المده. كتقدروا ديروا فتا لي زيكوتور ديالكم يعني اي حاجه بغيتوا تبقاو في بليصتها. صراحه كيجيو بخاتيك يعني تقدروا تستعملوهم بزاف ديال الحاجات. انا ديالو 25 درهم هادو 45 وهادي ديال فاندومي 18 درهم وهادي حتى هي صراحه شحال ولا كنقلب عليها. هادي بالنسبه للناس اللي بغيتو هكا تصايبوا لي كريب ولا لي باك لي باكيك ولا الكيك ولا اي حاجه وبغيتو تخدموا بها كاشكال اولا بغيتو غير باش ما تروهوش الدنيا يعني بغيتو تكبوا ولا باش تبقاو تهزوا هكا بالمغرفه وتبقاو تكبوا في المقلب بعد ما كتروه لكم الدنيا. وحتى لا بريباراسيون ديالكم كتبقى بروتيجي 18 درهم ديال بلاستيك وعندها هاد الرويس هذا ديال السيليكون هذا لو مول ديال السيليكون هذا ديال الشوكولا ديال الاشكال ديال الشوكولا هادو دايرين 13 درهم. صراحه زوينين الشكيلات ديالهم فيهم هنايا زواق ديال طابليت الشوكولا هنايا فيها بحال المغربي هنايا ديال القليبات. المهم بالنسبه اللي بغى يزوق هكا الحليوات ديالو ولا يصايب لو شوكولا في الاحل في الشكيلات زوينين. وهنا غاطو كيك ولا اللي بغيتو انديفيديوال يعني كيجيو هو ديجا بلا ما تقسمو حتى كيجيو هكا الطريفات بوحديتو بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديرو الكوتي لوليداتهم لاش بوكس الفطور ولا هذا كيجيو هكا الطريفات الحلوه كل واحد يعني بوحديتو. المهم هادي غنصايب معكم بها واحد الحلوه ان شاء الله وغادي نبارطاجيها معكم. صراحه هادي كنت كود كور وكنت باغاهم ومشيت لقيتهم صراحه صاقه ديال اكادير وليتو اي حاجه كتشوفوها في انستغرام كتلقاوها عندهم. محل ولاو زعما بيان اونتروتني وفيه السلعه كامله تبارك الله. المهم هادو صراحه زوينين هادو راه زاج ولا بورسلين واقيلا مغلف بهاد بهاد لا كولور دوري. صراحه زوينين و الثمن ديالهم جد مناسب وكيجيو هكا هماوين في الطبيله تحطوا فيهم لي شوكولا تحطوا فيهم حليوه بغيتوا تحطوا فيهم هكا مكسرات يعني اللي بغيتو نتومايا و الثمن ديالهم زوين. هادو دايرين 20 درهم. هنا الغزاله ديالي غادي نبارطاجي معكم واحد لاكيش اللي كتجي غزاله وسهله بزاف. هنايا بالنسبه للعجينه ديال الكيش غادي نحتاجوا ربعه ديال الفورس 100 غرام ديال الزبده اولا المارغرين اللي بغيتو شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وصفار بيضه. بالنسبه للعجين ديالنا ساهل مهل صراحه. غادي ناخذوا الفورس ديالنا نزيدوا ليه مليحه وبزيره غادي نضيفوا الكميه ديال الزبده اللي عندنا من الاحسن تكون في حراره المطبخ باش تسهل علينا الخدمه. غادي نجمعوا هكا باطراف الاصابع حتى يولي عندنا واحد الخليط مرمل وديك الساعات غادي نضيفوا ليه صفار ديال البيضه باش غادي نجمعوا الخليط ديالنا. العجينه راه ما كتعجن ما حتى شي حاجه يعني كتخدموها غير باطراف الاصابع ديالكم حتى كتجمع معكم وكتعطيكم هكا كويره ديال العجينه. انا العجينه ديالي من بعد ما جمعتها غادي نديرها في السلوفان وغادي ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه هكا كينات غير تشد راسها باش نخدم بها من بعد. انا داك الوقيته اللي غادي تشد فيها هي راسها غادي ندوزو نحضروا هنايا الحشوه ديال الكيش ديالنا. الوغ بالنسبه للحشوه ديال الكيش ديالنا غادي نحتاجو صدر ديال الدجاجه انا قطعته هكا مربعات صغار. بالنسبه للعطريه غنحتاجو شويه ديال الكوزه بزيره وشويه ديال المليحه. غادي نحتاجو هنا جوج ديال البصيلات متوسطين اللي شلطتهم هكا طوال. الشامبينيون ديالي من بعد ما قشرته وغسلته وقطعته على اربعه وجديته باش غادي نشحروا كلشي. هنايا في المقله ديالي درت زويته سخنات وزدت عليها البصيله ديالي باش نشحرها. غادي نبقى هنايا كتشوفوا كنضربها بلا سباتول غادي نحاول انني نحلها باش تعطيني دوك شنيفات هكا رقيقين باش تجي ساهله انها تدبل ليا. انا بغيتها تدبل مزيان حتى يتبدل ليها اللون ديالها وتعسل حتى اللون ديالها غيولي قوي وغادا تعسل غير بوحديتها غير في هذيك زويته اللي درنا ليها. كيف ما كتشوفوا هنا الغزالات ديالي البصله ديالي من بعد ما تعسلات غادي نضيف ليها شامبينيون. الشامبينيون ديالي ما غاديش نطيبو بزاف غادي نضيف شامبينيون غادي نحك شويه ديال الكوزه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. الملحه ديما كتبقى على حسب الذوق. الشامبينيون ما طيبوش بزاف راه هو ما كيبغيش يطيب بزاف باش يحافظ على ديك النسمه والطيبه ديالو وحنا هكا بغيناه يجي باين في لاكيش يعني منين تعطي تحسي بداك الطريف الشامبينيون. هنا غنحيد الشامبينيون والبصله بعد ما تشحروا مزيان غنضيف شويه ديال الزيت وغادي نقلي فيه داك الصدر ديال الدجاج نقليوه مزيان ونضيفوا ليه حتى هو نفس العطريه اللي درنا للبصله والشامبينيون شويه ديال الكوزه محكوكه على حسب الذوق وشويه ديال البزار وشويه ديال الملح. صراحه هاد الكيش ما كتكونش فيها العطريه بزاف واخا هكا كاينه كتجي رائعه ولذيذه. بالنسبه لاباغيا كيش ديالنا غادي نحتاجو هنايا لا كريم فريش جوج ديال البيضات والفرماج غوج ولا فرماج ايدام فرماج احمر. هنايا انا ما كنعبرش حدي كندير دوك جوج بيضات
وشنو سميتو جوج بيضات، وكنزيد عليهم لا كريم فريش عيني ميزان. يعني نتوما كتحكموا في لاباغياكيش ديالكم، كيف واش بغيتوها تكون خفيفه ولا بغيتوها تكون قابطه راسها. مي هانتوما انا راه ما زربتش لكم الفيديو غير باش تشوفوا لا كونتيتي اللي درت. غادي نضيف جوج بيضات ديالي في زليفه، غندير عليهم فرماج. المهم نتوما الجبن اللي متوفر عندكم استعملوا، الا ما كانش متوفر يمكن لكم تستعملوا هكا جبن مثلثات اولا مربعات كيري اللي بغيتو نتومايا. غادي نضيف البزيره والملح، وغادي نزيد لا كريم فريش. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه تقريبا قياس واحد الكاس ديال لا كريم فريش، وانتوما الا احتاجيتو ديك الساعه تزيدوا زيدوا. صافي هنايا غادي نطربها مزيان. راه دغيا دغيا صراحه هاد الكيش دغيا دغيا كيوجد وكيجي رائع وبنين بزاف، وكيجي محمر وزوين صراحه. الا جربتو عندكم شي اعراضات بحال هكا رمضان ان شاء الله ما بقى ليه والو حتى هوايا، كيجي زوين كيحمر لكم الوجه وكيجي بنين. صافي هنايا حطيت جبت العجينه ديالي حطيتها في لومو اللي غيدخل الفران، حطيت العماره ديالي وزدت ليها هنا لاباغياكيش. صافي لاباغياكيش واخا هكا ما يبانش لكم راه غادي تغطى لان البيض كيتنفخ شويه في الفران. صافي وغادي ندخلها الفران طيب من التحت ونحمرها من الفوق. هنا الغزالات ديالي دزت نصيب ديال الحريره. انا صراحه ديجا نبارطاجي معكم الحريره المغربيه الحامضه كيف ما كيقولوا هنايا الناس ديال اكادير. انا هنايا كندير طريفات ديال اللحم، غير شويه ديال اللحم يعني ماشي حاجه كثيره. ضفت العدس الحمص قزبر ومعدنوس والكرافس كنطحنهم مع بعضياتهم. صافي وكندير العطريه ديالي ملحه بزار سكينجبير، وبالنسبه للمطيشه وهذا ما كنضيفهاش دابا حتى كطيب ليا حتى كطيب ليا الحريره مزيان، كيطيب ليا اللحيمه. كنروي مزيان بالماء سخون وكنسد عليها. بالنسبه للعطريه كنزيدو حنايا حتى القرفه والسمن الحار، كنديرو شويه ديال السمن ومعلقه تقريبا صغيره ما عامرش بزاف ديال القرفه. غير جربوها راه كتعطي واحد النسمه زوينه في القرف في الحريره. سمحوا لي هنا الغزالات ديالي غادي ندوزو لي فولوفون. درت لي فولوفون بالصومون. غادي ندير هنايا خديت غير واحد البصيله صغيره اللي شحرتها اللي شلطتها مربعات صغيورين، غنشحرها مزيان مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وغادي نضيف ليها هنايا الصومون. هنا عندي 100 غرام ديال الصومون هي اللي غادي ندير، هي اللي غادي نكتفي بها. راكم عارفين الصومون راه هو شويه تيكون مجد، سورتو الصومون في ما تيكون مجد فتيعطي المذاق. هنايا ضفت الصومون ديالي على البصله بعد ما تشحرت ليا مزيان، قطعتو هكا طريفات صغار وضفت ليهم هنايا واحد كاس ما عامرش ديال لا كريم فريش. صافي غادي نخليها حتى غنخليهم حتى يتعلكوا ليا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي نعمر بهم لي فولوفون ديالي. انا لي فولوفون شريتهم واجدين من اسواق السلام، صراحه زوينين ديال لاباط فويتي كيجيو بنانين. عمرتهم ودخلتهم الفران يتحمروا. وهذه الطبيله ديالنا. هنا كنت باقا مغطيها الغزالات ديالي حيت كانوا كيصليو المغرب، مي بارطاجيتها معكم كوميم. الصراحه الطبيله سامبل تري تري سامبل، الحريره راه ما حطيتهاش حتى يصليو، عاد جبتها لهم سخونه. هنايا كيف ما كتشوفوا صاوبت دي ميني بيتزا ديجا بارطاجيهم معكم في لاشين. هاد لي شوسون والبريوات حتى هما راه كاينه لا غوسيت ديالهم في القناه. هادو لي فولوفون ديالنا اللي بصومون فيمي كيجيو الصراحه غزالين غزالين بزاف، غير جربوهم وساهلين يعني دغيا كيوجدوا سورتو الا خديتو لا ديجا واجده. صافي كيف ما كتشوفوا هادو دوك الوريقات ولا الطبيصلات اللي على شكل وريقات في الدوغي اللي خديت من ساكا وبارطاجيتو معكم في لي زاشا. صراحه طبيله زوينه فرحوا بها، فرحت بهم وكبرت بهم. راكم عارفين بحال الطبيله ديال رمضان، شويه ديال البيض مسلوق، شباكيه، تميرات اكيد ضروريين مع الحريره الحمراء. هنايا الكيش ديالنا صراحه كتجي زوينه في المنظر وفي المذاق، المذاق حتى هوايا، غير جربوها. واكيد الصوينيه ديال اتاي. وكانت هذه هي الفيديو ديالنا غزالة ديالي، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه البال.